إذا كان الرجل يصلي خلف إمام ثم قام ليتم لنفسه، فهل له أن يتقدم بعد ذلك لسترة أمامه فيخطو خطوات لها؟ هذا من التكلف اللي ما أنزل الله به من سلطان، بل يبقى في مكانه يكمل صلاته في مكانه. وسترة الإمام سترة للمأموم حتى ولو بعد السلام، لأن ما بعد السلام تابع لما قبله، تابع لما قبله، فهو مأموم، وسترة المأموم سترة إمامه. نعم.